أيضا بالأستاذ ناصر سليمان النفيسي وهو المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية. أهلا بك. كل الترحيب أيضا بالكاتب والمحلل المالي الأستاذ وضاح الطاها. وأخيرا وليس آخرا كل الترحيب بالأستاذ حسام الحسيني وهو أذكر مدير عام الوساطة وإدارة الفروع في شركة إعمار للخدمات المالية هنا في دبي. دكتور محفوظ السعدي، كيف يمكن بمفردة أو بفكرة بسيطة يعني التعريف عن ما يحصل منذ أكثر من سنتين؟ هل هو كساد؟ هل هو كارثة؟ أم هو فقط أزمة عابرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأزمة الاقتصادية العالمية هي فعلا كساد، وهي مشكلة عويصة عالمية بدأت في اقتصاديات أو كبريات الاقتصاديات في العالم، امتد أثرها إلى جميع العالم. نعم. والمتأثرون بها دول الخليج طبعا تأثرت وما تزال تتأثر وستظل تتأثر بهذه الأزمة العالمية، لأن اقتصاديات دول الخليج هي ليست بمنأى عن الاقتصاديات في العالم. دول الخليج تصدر نسبة كبيرة جدا من الطاقة إلى الأسواق العالمية. دول الخليج تتعامل أيضا مع كبريات الاقتصاديات العالمية. صحيح أن الناتج القومي إذا ما قيس لدول الخليج إذا ما قيس بالاقتصاديات العالمية فعلا هو لا يشكل ذلك الناتج الكبير. دول الخليج الناتج القومي عموما قد لا يتعدى 1 تريليون دولار، بينما نجد أن تأثر دول الخليج يفوق 2.8 تريليون دولار من هذا من جراء هذه الأزمة العالمية. هي أزمة عالمية فعلا عميقة، يفترض أن نفتش عن الحلول الإصلاحية ونفتش أيضا عن الخطط التي يجب أن تتبناها وتترسمها ويترسمها المسؤولون في دول الخليج. طبعا سنتكلم سيدي عن الحلول لاحقا، نبدأ الآن بالأسباب. أستاذ ناصر النفيسي، أين بدأت هذه الأزمة؟ هل بدأت فعلا في الولايات المتحدة في القطاع المصرفي وبدأت تداعياتها تنجلي فيما بعد في الأسواق الخليجية العربية؟ وجهة نظرنا المتواضعة تقول أن الأزمة في منطقة الخليج بدأت قبل عدة سنوات، لكن كانت مخفية بغطاء سيولة ضخم وقياسي ناتج عن الارتفاع الفلكي إن صح التعبير في أسعار النفط خلال العام اللي بلغ ذروته 147 دولار خلال عام 2007. فعندنا مشاكل هيكلية كبيرة في دول مجلس التعاون. جت الأزمة العالمية وعرتها للجميع. على سبيل المثال الكويت اللي احنا ننشط فيها، هناك فساد عظيم في إدارة الشركات وهناك سوء إدارة، وبالمقابل رغابة ضعيفة من جانب الدولة، إن لم نقل منعدمة. فهذا كان السيولة مغطيتها بشكل رهيب جدا، وإحنا كنا نتكلم ونحذر أن هناك أزمة، لكن السيولة تغطيها إلى أجل محدد وليس إلى الأبد. فانحسرت السيولة عالميا، وبدأ الرعب ينتاب المستثمرين في دول الخليج، يطلبون ودائعهم، يطلبون استثماراتهم. فأيضا انكشفت الأوضاع ويعني حدثت الكارثة بمعنى الكلمة. أيضا في دبي على مدار السنوات الماضية هناك على سبيل المثال ارتفاع بالعقار بين 50% إلى 100% سنويا. هل هذا معقول؟ غير معقول مهما كان من هناك نشاط فعلي. لماذا شهدنا هذا الارتفاع غير المسبوق وغير المعقول كما يصفه الخبراء؟ طبعا السيولة الرد نقول بالدرجة الأولى، والفورة يعني الاقتصادية، وأيضا الدعاية الإعلامية واللي يسمونها باللغة الأجنبية البروباغندا اللي صاحبت الأوضاع السيئة سواء في الكويت أو في دبي أو في أي بلد آخر. هناك يعني للأسف مو كل الدول
لكن بعض الدول هناك جهد منظم للتغطية على السلبيات الموجودة. ما هي هذه السلبيات الموجودة سيدي؟ طبعا مثل ما ذكرنا يعني بالنسبة للكويت هناك يعني تلاعب كبير في سوق المال. نعم. في مقابل الرقابة في الإمارات العربية خاصة في دبي هناك مضاربات يعني مسعورة إن صح التعبير وخيالية، وبالنهاية ما كانت حقيقية في معظمها. وليس من رقيب لهذا التلاعب الكبير. نعم. في سوق المال في الكويت. نعم. سيدي ولماذا؟ لأن للأسف يعني الحكومة وضعها جدا ضعيف والفساد مستشري فيها وبعض أقطابها متورطين في سوق المال، فكيف هم يراقبون تجاوزاتهم يعني؟ نعم. أستاذ وضاح طه، هل توافق على ما تفضل به الزميل الأستاذ نفيسي عن ما يجري في بعض أسواق المال وعن تورط بعض الأقطاب الحكومية في الدول الخليجية؟ هل كل هذه الأسباب وراء هذه الأزمة المستشرية في منطقة الخليج العربي؟ الحقيقة يعني يمكن تصنيف الأسباب الحقيقة، ولكن أتفق أنه الأزمة عمقت أو ربما وضحت الكثير من نقاط الخلل في الكثير من القطاعات، وعلى رأس النقاط الخلل هي أنظمة الرقابة، والنقطة الثانية أنظمة مراقبة المخاطر أو متابعة المخاطر. إضافة إلى ذلك مسألة السيولة وانخفاض السيولة أدى إلى نضوب مصدر التمويل، ومصدر التمويل عندما ينضب يؤثر كذلك على تداعيات أنشطة اقتصادية عديدة، أهمها كان في مقدمتها أنشطة المصارف وأنشطة العقارات خصوصا في الإمارات يعني، وحتى في قطر في السعودية إلى حد ما. أعتقد كانت هذه أهم الأسباب. تبقى النقطة الأساسية التي أعتقد يجب التركيز عليها كيفية وضع إطار شامل لما نحن عليه هذا الوضع، وهل هو قابل للحل؟ نعم. وإذا كان قابل للحل، هل للتوقيتات أثر خلال عام 2009 على وجه التحديد؟ ماذا يمكن أن تعمل الدول الخليجية للخروج من هذا المأزق؟ بعد هذا الفاصل القصير الأول أعزائي المشاهدين.